طب بتنضم الينا عبر الهاتف الدكتوره وفاء علي، خبيره اقتصاديه ومتخصصه في اسواق الطاقه. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك فندم وفاتين الكرام. انا بس الصوت شويه مش واضح من عند حضرتك، فحضرتك كده سامعانا كويس؟ انا سامعه حضرتك كويس. طيب تمام، اهلا وسهلا بحضرتك ومشاهدينك الكرام يا فندم. اهلا بحضرتك. يمكن غالبيه التغيير كان في المجموعه الاقتصاديه داخل التشكيل الجديد للحكومه. هل يعني تعتقدي بانه كل الملفات الخاصه بالاقتصاد اللي هي بشكل مباشر او غير مباشر بتمس المواطن المصري هيحصل فيها تغييرات جذريه في الفتره المقبله؟ نافلة القول يا أستاذة إيمان أن هناك فرق بين كان وصار. الحقيقة أن المجموعة الاقتصادية والوزارة بأكملها المحرك الرئيسي للتغيير فيها هو التعويل على تحول الأداء في كثير من الملفات، بمعنى أن القراءة الفنية، ويمكن حضرتك استعرضت في قراءة فنية التغيير الوزاري، القراءة الفنية لسلبيات المرحلة الفائتة والبناء على ما هو إيجابي واستكمال المسار. ولا ننسى في خضم ما نتحدث عنه أن أحوال العالم ليست على ما يرام، فيجب عدم الارتهان على تحسن الأداء العالمي أو تحسن الملفات العالمية. فالتداعيات الاقتصادية الحقيقة والكلفة الاقتصادية لم تفرق بين كبيرا وصغيرا. طبعا الوزارة الحقيقة بأكملها كلهم في ملفه أمامه تحديات كبيرة بتحكمها قواعد ومعطيات ومتغيرات حاكمة للعالم كله، ويمكن الظروف تزامنت مع بعضها. يمكن تصحيح المسار في بعض الملفات هيواجه بعض المشاكل، لأن احنا عندنا الحقيقة مشكلة مهمة جدا، وهي التزامن بين مشكلة الاحترار والتغيرات المناخية ويمكن مشكلة الطاقة في هذا الملف تحديدا. ولو يعني تسمحي لي يا فندم، انا عايزه بس يعني اقول حاجه، ان العالم كله اصبح في حاله من الدوران حول نفسه بسبب مشكله مهمه جدا، وهي عسكره ملف الطاقه الحيوي. وده حدث عالمي بينتج عنه مكاسب وخسائر. وفي ملف الطاقه تحديدا عندما يحدث نتيجه التعويل عليه او حدوث عسكره، فالمعطيات بتؤثر على كل مناحي الحياة، ولذلك المؤشرات الاقتصادية. معلش ممكن أسأل حضرتك يعني إيه هذا المصطلح؟ يعني إيه عسكرة الطاقة؟ يعني الحقيقة أصبح ورقة للارتهان عليها، يعني دخل في نطاق التوترات الجيوسياسية، أصبحت الإمدادات الطاقة مهددة بفعل فوضى البحار والمحيطات، وايضا توسيع الفجوه بسبب الحرب الروسيه الاوكرانيه. بالنسبه لملف الطاقه تم عسكرته وتم فرض عقوبات وتم الاغالة فيها، ويمكن عانت دول كثيره جدا، ونحن لسنا بمنأى عن العالم ولا بمعزل، ولذلك تاثرنا ودفعنا ايضا في الفاتوره الباهظه التي جاءت بسبب ملف الطاقه اللي بيؤثر على كل مناحي الحياه، وبيسبب الحقيقه من ظواهر الضغوط التضخمية الأكثر شراسة الموجودة بالعالم. طيب يمكن المواطن المصري خلال الفترة اللي فاتت يعني وصل له كل هذه الشروحات والشرح الخاص بليه الأسعار بتغلى، ليه كان في بعض السلع ناقصة، ليه بعض الحاجات أصبحت أسعارها يعني غير طبيعي، لكن احنا دلوقتي في مرحلة انه مفترض انه يحصل تحسن في هذه الملفات من خلال التشكيل الجديد والمجموعة الوزارية الجديدة، وانه ده الهدف الأساسي هو المواطن. ازاي ممكن ده يحصل كحضرتك تقول انك خبيرة اقتصادية في ظل بقى كل المعضلات اللي حضرتك قلتيها اللي منها زي ما شرحت لنا الطاقة؟ بالتأكيد يا فندم، يعني الحقيقة هنمسك، لو مسكنا ملف أزمة الكهرباء، الملف الأول والقضية الحيوية أمام وزير الكهرباء الجديد أو الحكومة بأكملها، الحل اللي تحل مشكلة الكهرباء بشكل نهائي وتقليل تخفيف الأحمال تدريجيا. طبعا احنا ما عندناش مشكلة في قدرات محطاتنا ولا خطوط توزيعنا ولا شبكتنا القومية، ولكن احنا المشكلة الأساسية هي توافر الوقود، ويمكن المشكلة دي بتسبب تشابك ما بين وزارة الكهرباء ووزارة البترول. الحقيقة كمان في ملف هام جدا، وهو فك التشابكات مع الشركاء الأجانب، وده هيتولاه وزير البترول لفك هذه التشابكات لإعادة مرة أخرى المسح السلمي وطرح مساحات واسعة أكبر في البحر المتوسط والبحر الأحمر للبحث والتنقيب مرة أخرى.
في مساحات كثيرة، ويمكن الدولة المصرية بتتبنى خطة إن شاء الله في المرحلة القادمة لحفر مزيد من الآبار، حوالي 35 بئر في المرحلة القادمة للبحث والتنقيب. ومشكلة الاتفاقيات اللي كانت يمكن محتاجة إنها تمرر إن شاء الله في الفترة القادمة. إحنا الحقيقة وزير يعني لو مسكنا كده بالترتيب، أمامنا مشكلة الحل بالنسبة لتخفيف الأحمال، وده تدريجيا إن شاء الله الدولة المصرية وعدت، خصوصا بعد وصول أوائل الشحنات الغاز اللازمة لمحطات الوقود، لأن هو الأمر الأهم في توفير الوقود اللازم للتشغيل. نعم. لازم الحقيقة نهتم بجميع الملفات المرتبطة بالكهرباء، يعني إحنا عندنا ملف مهم جدا يجب أن نستكمله، لأن إحنا شبكاتنا مهيئة، إحنا مشكلتنا في الوقود فقط. فإحنا أمامنا ملف الربط الكهربائي مع دول الجوار، خصوصا للاستفادة من شبكتنا القومية ذات القدرات العالية، الاستعداد للانتهاء كمرحلة بدائية من مشروع الضبعة النووية، لأنه مهم جدا طبقا للجدول الزمني والجداول التشغيلية. أمامنا استراتيجيتنا للهيدروجين الأخضر اللي بندخل بيها التنافسية العالمية لنحتل مكانتنا إن شاء الله بتحقيق 8% من السوق نعم. العالمي. بشكر حضرتك. نعم. ما يخص الكهرباء، وإن شاء الله مع وصول الشحنات اللي تم استيرادها من الغاز، وبالنسبة لما يشغل المحطات إن شاء الله الانفراجة قريبة. بالنسبة لوزارة البترول، احنا إن شاء الله تكثيف العمل لزيادة الإنتاج، لأن احنا الحقيقة في الفترة القادمة بنشدد على زيادة البحث طبقا لجلب الاستثمارات اللي دخلت إلى السوق المصري لعمليات البحث والتنقيب في المناطق لتأكيد الاحتياطيات المرجحة الموجودة. نعم. الأمر الثاني إن الوزارة دي الحقيقة مهتمة اهتمام بالغ بالتدريب والتطوير للعنصر البشري، بالإضافة إلى تصريحات السيد وزير البترول اليوم عن اهتمامه الشخصي بملف الثروة التعدينية، وهو مبعث للتفاؤل ومبشر جدا، لأن احنا عندنا خريطة تعدينية واضحة المعالم للأماكن الثروات الطبيعية، فالكنوز اللي يعني الحقيقة اللي أخيرا جاء من يهتم بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ 2014 هو اللي فتح هذا الملف الذي أهمل كثيرا. نعم، بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتورة وفاء علي، خبيرة اقتصادية متخصصة في أسواق الطاقة.